كل سنة طيبين، ازيكم؟ مبسوطين قوي ان احنا نكون معاكم النهارده. هفكركم كده بحاجه قلتها المره اللي فاتت، عشان وعدت ان انا مش هقولها تاني، بس هاخدكم بيها لحته تانيه. المره اللي فاتت قلت ان ربنا لما جه يختار العذراء اختار واحده بالصفات دي، لان الراجل لما بيختار ست بيختار صفات معينه. فربنا لما جه يختار يعني صفات بتتلخص في جزء، مش عارف اتكلم. نعيد تاني. المرة اللي فاتت لا مش من الدرجة دي يعني. ذوق الله في الناس اتلخص في صفات العذراء. ذوق الله في الست اللي هو عايز يتجسد منها اتلخص في صفات العذراء، يعني ذوق ان هو يحب حد يكون بصفاتها. طيب تعالوا بقى نبص لها من ناحية تانية. الأطفال بتوعنا مش بيكونوا شبهنا في صفاتنا، في تصرفاتنا، حتى في شكلنا. فلما ربنا جه يتجسد عشان يقولوا ده طالع لمامته، اختار حد بالصفات دي. فهقرأ كده معاكم حاجة بسيطة وبعدين هقول لكم تأمل عن صفات العذراء عجبني قوي. تخيلوا كده معايا، وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ده ملاك جاي كده البنت صغيرة ويقول لها مباركة أنت في النساء. بعدين فقال لها الملاك، انا مش هقرا كل النص، انا عايزه هايلايت على حتت معينه. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمه عند الله، وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهايه. فقالت مريم: ايه هوذا، انا امه الرب، ليكن ليك قولك. تخيلوا كده ملاك يظهر لنا ويقول لنا انت من ضمن كل الاجيال وكل الستات وكل الناس او من كل الرجاله، انا اخترتك ان انت اي حاجه بقى، اي حاجه. هيبقى ايه اول احساس؟ طبعا ما هو اصلا انا فيها صفات كده معينه يعني تختص بيه، يعني اكيد الناس كلها ما عندهاش الصفات دي. فالرد بتاعها كان غريب قوي، ده انا خدمتك. فحسيت كده ان الحته اللي انا عايزه اركز معاكم فيها الصفه بتاعت اخلاء الذات. اخلاء الذات، انا لو ابني او بنتي نجحوا في المدرسه او عملوا حاجه كويسه في حاجه اختاروهم، على زي ما قلت لكم المره اللي فاتت برده على مستوى نيو ساوث ويلز في حاجه، ببقى فخور قوي. يعني بقول انا بتصور مع الشخص ده وبقول ده ابني، ده بنتي. عارفين البطل ده بنتي، البطله دي بنتي. تخيلوا العذراء كانت ام الاله وجالها كرامه كبيره زي كده، وفي الاخر وقفت ما بتتكلمش، ما لقيتش مكان تولد فيه. يا بتخيل كده ما جت تولد ومش لاقيه مكان، انت ما تعرفش انا مين، انا شايله خلاص العالم في بطني، خلاصك انت اللي انت هترميني كده، مع انت مش فاهم انا ايه. يعني جات لي حاجه في بالي كده من فتره، كنت الانبا رفائيل راكب معايا العربيه وداخلين كنيسه، ممنوع اي حد يدخل يركن في كنيسه بعربيته يعني. فانا اول ما دخلت عند الكنيسه لقيت الابواب بتتفتح لي. ليه؟ عشان الانبا رفائيل قاعد معايا. بيقولوا لي اتفضلي. ليه؟ مش عشان كريستين، عشان الانبا رفائيل قاعد جنبي. فتحوا لي وركنوني في حته، فقلت له يا سيدنا. تخيلوا بقى انا يعني كنت معايا بس الانبا رفائيل، تخيلوا العذراء دي كان معاها مين؟ شايله مين؟ شايله رب المجد، شايله الاله الخالق الكون كله. وفي الاخر ما قالتش لحد انتوا ازاي بتعاملوني كده، ولا ازاي تخلوني اهرب، ولا ازاي تخلوني انام في الارض واولد كده. مفيش حد زيها. مش عارفه ازاي هي عملت كده. فحاسه ان احنا لازم فعلا كل مره يجي صيام العذراء زي ما الترنيمه الجايه دي هتقول: يا عذراء يا حبيبتنا، دي فضايلك لينا مناره، خلينا نتعلم منك يا كاملة في الطهارة. نقولها مع بعض، نصليها ونطلب من عذراء انها تدينا من صفاتها دي، اخلاء الذات. Thank you.
يا كاملة في الطهارة.
جاهزة بإيمان ليها إيمانها وهبها راحت البال ثبتها جبال دي أتعاشت تعديها يوم الحمل خدها ومال وبالأعمال مطيعة وبرها فيها وحبها في القلوب يعيش ورغم المد والتراتيب حقيقي ده كله ما يكفيش بنمنح فيها جيل ورا جيل وحبها في القلوب يعيش ورغم المد والتراتيب حقيقي ده كله ما يكفيش ثابتة علمية ما شدتهاش في يوم أوهام طول الأيام تعيش بمشيئة إلهية ولو فكرت تهدي كلام لأعلام أم لازم طبعا تكون هي رغم المد والتراتيل حقيقي ده كله ما يكفيش بنمنح فيها جيل ورا جيل وحبها في القلوب يعيش رغم المد والتراتيل حقيقي ده كله ما يكفيش يمكن بقى لنا فترة متابعين كده في الميديا المعجزة اللي حصلت قريب في نهضة من نهضات العبر يعني. كلنا أكيد عارفين الخبر دوت يعني. هي كانت معجزة شفاء طبعا جميلة جدا ومعزية جدا يعني. بس النهاردة هتكلم عن معجزة شفاء تانية بس مش ديت يعني مش شفاء جسدي يعني. احنا في أوتوكاد العذراء اللي هي في القطعة السابعة اللي بتقال فيهم الحد بنقول شفاء أرمية. حد عارف أرمية كان عنده ايه؟ عنده فكرة؟ كان حاجة جسدية يعني كان هو تعبان عنده مرض جسدي يعني عشان كده احنا بنقول ان العذراء هي شفاء أرمية كان حاجة كده حاجة زي اكتئاب يعني فيعني انا برضه لما فكرت كده الاول يعني انا كنت بقولها على طول لكن انا مش عارف يعني شفاء أرمية بصراحة بس لما قريت يعني لو قرينا مع بعض أرمية الاصحاح الاصحاح الثامن من عدد 17 لأني هانذا من 18 ناس من مفرج عني الحزن قلبي في سقيم هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة ألعل الرب ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها لماذا أغاظوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص من أجل سحق بنت شعبي انسحقت حزنت أخذتني دهشة أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي كان واضح من الآيات اللي احنا سمعناها ديت إن هو كان فعلا في ضيق شديد كان عنده اكتئاب شديد لأنه شايف حال البشرية كلها حواليه كان طبعا في نبوة عن سبي بابل برضه لكن هو شايف حال البشرية كلها محتاجة طبيب محتاجة حد يشفي محتاجة حد يشفي الطبيعة اللي فسدت
فده كان هو مرض أرميا. وطبعا العذراء جت في يعني التوقيت المناسب دوت اللي هو من الزمان ربنا اختار العذراء علشان يتولد منها الطبيب دوت ويبقى دلوقتي موجود عندنا في بلسان في مدينة جلعاد. مدينة جلعاد دي كانت مشهورة أساسا بالبلسان اللي هو نبات بيستخدموه يعني في الطب يعني. لكن يعني فدلوقتي بقت جلعاد دي هي الكنيسة والبلسان ده ما موجود فيها بكثرة واللي هي نعمة اللي احنا موجودين فيها كلنا دلوقتي. نشكر العذراء ونشكر ربنا على صلبه على قيامته على خلاصه. يا نور جميل قدامي نور يا بلد.
يسوع
عن شعبه لا يتخلى. يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى. يا مريم يا ام الله ابنك بالمجد تجلى. ام الفاد وام الكون وام المسكون كله. ام الفاد وام الكون وام المسكون كله. أوصاف وأسماء وألقاب ورموز الست العذراء في العهد القديم بصراحة ملهاش حصر، كتيرة جدا. و في العهد القديم قبل ما شعب بني إسرائيل يصلي في الهيكل كان بيصلي في خيمة الاجتماع، وخيمة الاجتماع دي كانت أجزاء وكانت فيها تفاصيل كتيرة، منها جزء خارجي برة ومنها جزء متغطي اللي هو القدس وقدس الأقداس. وأول حاجة الكاهن أول ما بيدخل في القدس كان بيشوف على الجهة القبلية حاجة كبيرة اسمها المنارة الذهبية، والمنارة الذهبية دي كانت مصنوعة من الذهب الخالص، وكان فيها 7 سروج، والسروج دي كانت بتتملي من زيت الزيتون وهو اللي بينور الهيكل كله. المنارة دي هي اللي كانت بتنور الهيكل جوه. زي ما المسيح هو نور العالم، المنارة الذهبية هي كمان أمنا العذراء. احنا بنرنم في سقوطكية يوم الأحد وبنقول كل الرتب العلوية لم تقدر أن تشبهك أيتها المنارة الذهبية حاملة النور الحقيقي. وإحنا كل يوم برضو بنصلي وبنقول نعظمك أيتها النور الحقيقي يا أم النور الحقيقي، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. Thank you.
تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نباشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونماكن نباشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك بعد ما كنا في ظلام
اخر حاجه هنقولها ميدلي، فممكن نسكت شويه في النص بس هتلاقي الميوزك شغاله، فاحنا ما بطلناش، احنا هننقل من ترنيمه لترنيمه فيها ترانيم قديمه، فاللي عارف يرنم معانا، احنا هننبسط خالص لو رنمتوا معانا، ما يفرقش معاكم اللي بيحصل والفرقعه دي، حاجات ما تفرقش معانا خالص. ما هو لازم نعرف ايه اللي حصل، ما ينفعش حاجه تعدي كده، لازم نعرف ايه اللي حصل. معلش دفع فلوس كتيره في الساوند ف الأصول يا جوهر مكنون.